السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهاردة بقى عندنا جولة في شارع طرح البحر، قلت اوريكم بورسعيد يوم 11/11/2022. بورسعيد حلوة جدا وجميلة جدا ونظيفة جدا، هتشوفوا معالم كتير جدا في الفيديو ده. بس معقولة هي دي بورسعيد يوم الجمعة؟ ايه اللي بيحصل في بورسعيد يوم الجمعة؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة على غير العادة. انا قلت عشان الفيديو ما بقاش طويل عليكم هنقسمه لجزئين، ده الجزء الاول من فيديو النهاردة. وهنا منت الصدر وهنا نادي الصيد، واحنا ندخل دلوقتي على شارع طرح البحر. زي ما انتوا شايفين بورسعيد يوم 11/11 عاملة ازاي شوارع بورسعيد. ادي نادي، ادي جامع السلام. الجامع ده معروف جدا ومشهور جدا، ده فندق هيلنان برضو معروف جدا في بورسعيد. ده شارع طرح البحر. ابو عصام معروف جدا، ابو عصام كفاية، ابو عصام والفسح. من الشارع ده تطلع على طول على البحر. هنا كل دي محلات بقى تجارية، ملابس واكسسوارات كل حاجة. النورس، قرية النورس يا جماعة، قرية النورس اهي قدامنا. هي دي السينما بتاعت النورس، قرية النورس. السيرك، ماكدونالدز، السيرك يقاوم عندنا الايام دي. ده شارع طرح البحر يوم 11/11 يوم الجمعة. تحس ان مفيش بني ادمين ماشيين، مش تفهمش ازاي. يعني برضه غير العادة، غير العادة. فين الرحلات؟ فين الفسح؟ داخلين دلوقتي ندخل على الجراج. فندق أركان، فندق أركان برضه معروف في الجسر السعيد. بالمولات بتاعته البطرس اهو، شايفين أركان اهو. هو كان اسمه البطرس، دلوقتي بقى اسمه أركان. ادي الجراج، كل ده الجراج. مركز الثقافة، ده مركز الثقافة. هنا مرحبا، قرية مرحبا، المحلات بتاعتها كلها. مرحبا يا جماعة، قرية مرحبا. أكيد من الرئيس. محلات مرحبا كلها دي. وداخلين برضه على جامع الشاطئ، برضه هوريكم الجامع معروف جدا عندنا. دي المحلات بتاعت مرحبا، اي حاجه عايزينها تيجي هنا مرحبا. تأجير فساتين، افراح، ملابس، اجهزه، كل حاجه موجوده هنا. جامع الشاطئ علامه برضه من علامات بورسعيد، مدرسه تجريبيه. احنا كده في شارع طرح البحر كله. ادي جامع الشاطئ، حاجه مميزه جدا في بورسعيد. من الشارع ده جراند اوتيل، طبعا مول معروف جدا، مول معروف جدا. والجراند اوتيل شايفينه، كل ده ما شاء الله مول كبير وفندق في نفس الوقت. حديقة المنتزه،
شارع مصر، حديقة المنتزه وشارع مصر. هذه شوارع بورسعيد يا جماعة، يوم 11/11 يوم الجمعة 11/11 22 22. حديقة المنتزه حديقة كبيرة جدا. عبد كفتة حد معروف جدا عندنا في بورسعيد، مشهور جدا بالكباب والكفتة. عبد كفتة معروف جدا، من الناس المميزة جدا في بورسعيد برضه. انا بمشيكم في شارع رئيسي جدا جدا في محافظة بورسعيد يا جماعة، شارع طرح البحر العيوطي، برضه علامة برضه من علامات بورسعيد، من المطاعم الحلوة جدا في بورسعيد برضه للكباب والكفتة، وبرضه عامل للفول والطعمية برضه، ده مميز وده مميز. فندق القوات المسلحة. نهاية المنتزه خلاص، من الشارع ده، من الشارع ده تدخل على طول بره مجمع المطاعم هنا يا جماعة، مجمع المطاعم برضه في مطاعم كده من المطاعم هنا بقى. ال هاي برجر اهو، ده هاي برجر الفرع التاني، هاي برجر الفرع التاني. قاعات الافراح دي اكاسيا، دي قاعة افراح فور سيزون، عدت الفور سيزون، عدت الفور سيزون. هنا الملاهي، الملاهي بورسعيد برضه، سجومة صورت لكم انا فيديو قبل كده عن كافيه سجومة، حلو جدا بالقعده والفطار والعشاء، قعدات عاليه حلوه جدا. الكافيه الملكي برضو دي كان نقاط للافراح. فندق بورسعيد الجديد القديم عند تنسيبس ادي شوارع بورسعيد الدولي، معسكر بورسعيد الدولي، معسكر بورسعيد الدولي ده اللي هو زي نزل الشباب مثلا، من الشارع ده على طول على البحر. مش لاقي السواحل وبنك السايبين؟ مش لاقي السواحل وبنك السايبين، الفرع التاني برضه. ايه اللي بيحصل في بورسعيد يوم 11/11/2022؟ كل خير ان شاء الله، كل خير ولا اي حاجه. وساعات بس هي غير العاده ان مفيش ناس كتير ماشيه، ما تفهمش ليه، غير العاده. بس معروف ان يوم الجمعه ده بيبقى رحلات الاجازات والناس خارجه. ماشي هوريكم برده سوهو سكوير، برده ده مجمع برده حلو جدا للكافيهات والمطاعم، صورته لكم برده قبل كده. سوهو سكوير اللي قدامنا على طول ده، ده سو سكوير. وهنا كورنيش بورسعيد، الكافيهات اللي على كورنيش بورسعيد. دي سو سكوير. هندخل بقى على المسلة وشارع 23 يوليو. ندخل على شارع 23 يوليو. مكان حلو جدا، لما تيجوا بورسعيد لازم تيجوا هنا. مكان مجمع للمطاعم حلو جدا والكافيهات. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.